إذا الإنسان مسلم ويدافع عن المسيحيين وعن أي إنسان أيا كان دينه ولا يأذي أحد، هل يدخل الجنة؟ معرفش إذا أنت متابعني هتعرف قد إيه أنا بحب المسلمين، وده اختبار المسيح اداهولي. ولازم أشهد برضو وأقول إنه المسلمين في مصر ردوا على المحبة بمحبة جميلة، فأنا علاقتي بالمسلمين ومحبتي للمسلمين شيء عظيم جدا. بس هي المشكلة بقى في السؤال بتاعك إنه التعليم المسيحي ما فيهوش جنة، ودي واحدة من الفروق بين الأديان. لا يوجد في التعليم المسيحي حاجة اسمها تدخل الجنة، عشان أقول لك تدخل وما تدخلش، وإن كنت طبعا محدش يملك إنه يقول لك تدخل وما تدخلش، ولكن هو مفيش جنة من أساسه في التعليم المسيحي. لكن في الحياة الأبدية، في السماء، في الدخول إلى السماء. وكما شرحت بقى، أكيد أنت ما تابعتنيش من الأول، فحاول تتابع المحاضرتين اللي فاتوا عشان تلاقي الإجابة على السؤال بتاعك. كما شرحت من الأول إنه الحياة الأبدية دي حياة الله صارت إلينا بالمسيح، في المسيح. ومن ثم فإذا استقبلت أنا هذا النور الأزلي الذي ظهر في الجسد في المسيح ودخل إلى كياني، فبقت جوايا حياة الله وجوايا النور، وهو ده الدخول للحياة الأبدية. إذا حبيت بقى تسأل وتقول لي طب كيف دي بقى الإجابة في المحاضرتين اللي فاتوا، ولكن كده أبقى أنا حاولت أجاوب على السؤال بتاعك.